مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من المزح نص جاد من قناه الان واللي ما بيلحق يحضر الحلقه على التلفزيون بفوت عاده على تشانل يوتيوب قناه الان لايك اند سبسكرايب وبيحضر الحلقه اللي عاده بتجيب ضيف وبتبين ضيف على حقيقته وعلى طبيعته بتجيب منه سكوبات بمزحنا وبجدنا اللي بقلبه حتى كمان في شوية مزح عادة مقاطع الحلقة عم تتداول أكثر وأكثر على مواقع التواصل الاجتماعي فكيف إذا كانت ضيفتنا اليوم هي من العراق ممثلة مقدمة برامج وعارضة أزياء عراقية بلشت مسيرتها الفنية عام 2019 وهي بعمر العشرينات من خلال مشاركتها بمسلسل الفندق وكانت سبب سبق وشاركت بمسابقة ملكه جمال العراق لعام 2015 ومن بعد اتجهت نحو عرض الازياء، الفنانه العراقيه خريجه دار الفنون والازياء متعدده المواهب، اطلت بمجال الموديلينج وشاركت مجال الفن وقدمت بعض البرامج وعرضت عليها المشاركه باعمال دراميه وسينمائيه كثيره، بنسمع زقفه كثير كبيره، نرحب سوا بالممثله الفنانه اسراء العبيدي، روح <applause> هاي اسراء هاي كيفك؟ الحمد لله اسراء بينا. من العراق خصيصا الى لبنان لكي تصوري حلقه من المزح نص جد، اول شيء اشتقنا لك شكرا بتضلك بلبنان بتحب لبنان؟ اعشقها تعشقيها؟ اي والله عشق، عشق لا ينتهي كنت من اسبوعين هون كمان من 10 شو شو بتعملي بلبنان؟ أم فرصة يعني أبرم، أتونس، شوبينج، بحر، حياة آه هون بتيجي بتعملي بتاخدي بتختلي براحتك وبتحققي ذاتك هون إيه خصوصيتي يعني أكيد آه وين أكثر مناطق بتحبيها بلبنان؟ أكيد جونيا جونيا واو حلوة لأنه تحس أكو بها حياة بها عالم طبيعية أوكي. قليل التصنع يعني كل شيء أحب هاي الأجواء بتسهري بداون تاون بيروت وبتسهري بباترون بتروحي إيه. على البترون كمان؟ رحت بترون إيه اوكي راحت على روكا مارينا حلوه واو يلا اهلا وسهلا فيك اسراء اليوم من خلال حلقتنا حيكون في جد والجد تبعنا شوي قاسي بالاول الله يستر منك شو انا جايبت لك سلاح من بغداد وين السلاح شو سلاح جاي كيف بمفو... مسدس كيف فوتي على المطار آه... مرقتي ايه سلاح المنطقه عم تمزح اكيد ما فينا اكيد <applause> مش نص المزهج المزهجات والله خلص أيه طيب يعني بس يعني انا ستعرض الى اطلاق رصاص احتمال 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 رح نبلش بالجد خليك بالجد ابو الناج اغلبيه المواضيع اللي بتحكي فيها اسراء عاده مثيره للجدل اول شيء انت بتتقصد تكوني مثيره للجدل ولا شو ولا انت اوريدي يعني بطبيعتك مثيره للجدل بعمري ما ما حبيت انه اني اكون مثيره للجدل للمرات تكون اشياء سلبيه اكثر من الايجابيه اوكي آه بس ما أعرف يعني اي شيء يصير وياي حيكون مثير جدل عم بيصير معك كثير اشياء يعني بتقولي انه عندك معلومات بتوضعك بتكوني انت بتوضعك موضع تهديد صح ليش من وين معلوماتك؟ مو قصه معلومات وانما يعني شو في براسك اسرار بتخليك تكوني بموقع تهديد؟ مو اسرار يعني ما احب احد يجي علي زياده يعني دائما بالحق امشي عادي ما اخاف اوكي يعني ممكن اناشد ممكن اروح التجئ الى الدوله بس ما اخلي الموضوع يكون برايفت لا اخليه يكون ترند وعام عادي ليه؟ افضل تحب المواضيع تكون ترند تحمي حالك من خلال انه تعملي المواضيع تبعك بابليك طبعا تحمي حالك بهالطريقه طبعا هيك بتعتبري انت مم. اوف اي إيه إيه. لانه حتى اللي يجي يعني يريد مثلا ياذيك حيفكر الف مره انه هو ما راح يحط مكانه ممكن للشهرة السيئة ممكن أشهر بي وأحكي عليه لأنه هو دي, يسوي كل شيء بالسر يعني من تحت لتحت فما حب هاي الأمور اسراء مش معقول ما نعمل عنك اذا عملنا عنك ريسيرش او عملنا عنك سالنا عنك جوجل في موضوع شخصي دائما يطوف الى العلن اذا بدك يطوف الى السطح خلينا نقول وهو موضوع تعرضك للتعنيف من زوجك السابق قاسم الخزعلي وتركك له طلبك الطلاق نعرف قد الموضوع قاسي وصعب عليك بس خبريني اليوم من بعد من بعد 15 يوم من احتفالكم بالزفاف بلشت تتعرضي للتعنيف والضرب المبرح صح اول شيء كيف توصي تجربتك مع العنف الزوجي والطلاق يعني بحد ككل شوف حاقول لك شيء اليوم أه انت بعد قد ايش صار له ماري على الخبريه ما صار هو تقريبا صار شهر شهر مم. اوكي أه مشكلتي انا يعني مو يعني مو بقد ما تكون مشكله مجرد تعنيف وضرب وتهجم لا مشكلتي اكبر انه اكو شيء شخص توثق به بعدين تشوف الخذلان من عنده والانكسار خاصة وان لقيت انه كل الدنيا دا تنصحك وانت لا مصر انه هذا شخص زين بحياتك فجأة تلقاه تحول وبلشت العلاقة تصير بانهيار ودمار بعد أه 15 يوم؟ لا احنا صار لنا تقريبا سنتين متزوجين بس مو بأول مرة أنا يعني حكيت آه. للعلن صارت مرة واحدة وقلت خلاص ممكن غلطة ممكن تسرع من عنده فحبيت أنه أسامح أنت فرصة ثانية تكررت اكثر من مره عدم الاحترام تكرر اه صار متكل علي بكل شيء فاني يعني بالتالي اني اريد شويه ارتاح واخذ ريست انه اعتمد على شخص يكون كفؤ لي اني من من بلشت هاي الامور تصير وياي بقيت متردده ما بين انه اني اقول او ما اقول سكتت بس لحد اخر مره اللي هو بيوم عيد ميلاده سويت له احلى عيد ميلاد واحلى مفاجاه اشوفه انه فجاه تحول الى وحش والضرب المبرح الضرب اللي مستحيل اتخيله يعني اكو لحظات صرت اتمنى بس يعني يجي اكسجين اتنفسه صرت ما اتنفس ما معقول الانسان لهالدرجه يوصل لل... للتوحش اللي بداخله واني ما حاسه فالخذلان كان اكبر الي أوف, اوف 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 نزلت عن كل حقوقك كرمال تحصلي على الطلاق طبعا مهرك قد ايه كان؟ 25 مليون 25 مليون دينار عراقي مم. نزلت نزلتي عن 25 مليون دينار عراقي بس من اجل الطلاق ندمتي انك تجوزتي بكير قد ايه كان عمرك وقت تجوزتي لا هذا زواجي الثاني ثاني آه صار سنتين من الزوجه سنة لك سنتين قبل ك... وقبل زواجك ليه فشل الاولاني كان في لا أ... مش فشل لا ما كان, كان في عنف كان زواج مبكر مم. يعني عمري 17 سنه يعني بنتي ناتاشا عمرها 11 هسه واتفقنا يعني بالاتفاق انه احنا بعد خمس سنوات ننفصل مم. واحنا اصدقاء آه. كلش محترم وانسان يعني اكون له كل التقدير والحب بعدك بتحكي معه بتشوفيه و... صديق يعني ابو بنتي اكيد صديقك ايه, إيه اكيد ومن الزواج الثاني ما عندك اولاد لا الحمد لله عندي. الحمد لله بتقولي مم. شو شو الهدف من فيديوهات اللي كنت تنشريها انت ومنهارة يعني عم تعلني فيها انك عم تتعرضي للضرب ونشرتي صورك من داخل المستشفى او نشرت صورك من داخل لا. المستشفى فادوكي الأدلة بالمحكمه يعني الفيديوهات اللي نشرتيها لا لا لان انا تنازلت عن الحاضر والغايب انا تنازلت عن كل شيء بس اشتريت كرامتي الفيديوهات غايتها انه مهما تكون حولك دائره من الشماته او المؤذيين الكارهين لا تهتم انه خلص اعلن واني امراه قويه ويعني مو لانه مشهوره ممكن ما اتعرض يمكن يقولون مشهوره ما تتعرض للاهانه او للضرب يعني مستحيل وحياتها ورديه لا اوكي اني يعني امراه مشهوره وبكل فخر انه اني تعنفت بس ما سكتت حكيت الحق فاتمنى اكون قدوه لاي انسانه ولاي امراه قويه عراقيه او عربيه انه تتعرض لهيك مواقف لا تسكت طيب شو نشات رئيس مجلس الوزراء العراقي النظر بقضيتك وصلتيها تحياتنا ل... الى السيد محمد الشيعة السوداني وصلتيها للسيد ل... محمد لا ما لان خلص صارت امور م. الطلاق بالاتفاق فبعيد عن المشاكل وبين مدعومه عن انت ما. مدعومه؟ من؟ يعني مدعومه من دوله؟ يعني عندك ناس عندك ظهر بالدوله عراقيين؟ لا احنا اصلا العراقيين دائما عندنا شهامه و ونخوه يعني الدوله دائما تنصر المراه العراقيه اذا طيب شو رسالتك شو رسالتك لكل امراه شو رسالتك شو النصيحه اللي بتوجهيها لكل امراه قبل ما تقدم على الارتباط يعني اليوم بتنصحيها تعيش معه مثلا قبل قبل ما تتجوزه سعيده شو بتنصحي المراه انصحها أه. اكيد تنطي الوقت انه تعيش وياه شكوا بها اوف مم. سيدة هسا تنتقدين على هذا الموضوع انت مع المساكنه مش مع المساكنه انه قد ما فيها تعاشره قد ما تقدر ومضد ابدا مو لا اوكي، شو رسالة لكل امراه معنفه؟ شو وبعد عم تتعنف اليوم وساكته، شو بتقولي لها؟ لا تسكت عن حقها، خليها م. تكون قويه م. هي بدها تتعرض لابشع الامور فشو الابشع من هيك رح يجي بعد؟ فاقول لها لا خلاص يعني اليوم اليوم كان في ناس مع انك عم تتعرضي للتعنيف كان في ناس بتحسيها على السوشيال ميديا ما عم تتعاطف معك عم تتعاطف مع الرجل يعني مجتمعنا اخر شيء العربي مجتمع ذكوري في ناس كانت ما عم تتعاطف معك صح اوف يقولون لازم شو اقصى اقصى تعليق وصل لك أه اكو تعليق كان كلش نحسه بلا كرامه <سؤال> أه. أه انه عادي واذا ضربتش احنا كليتنا ننضرب ونسكت والخاطر جهان امراه اللي كتبت لك هيك اي اوف اي والله احنا كلنا قالت كلتنا احنا نتعرض للضرب واهانه وعادي وننقتل وهي هاي سنه الحياه وهاي الزواج هيك هي, هي متعلمه عليها أنا الظاهر اني مستحيل الزواج هي بالنسبه لها فيه خبيط اكو هواي ترى متحملين هيك امور ممكن عندهم اعذار طب متحملين اوكي بس بيكتبوا على السوشيال ميديا انه اه بيكتبون يكتبون آه. يا لطيف هذا موجود هذا الشيء موجود بالعراق اكثر بال ولا 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 عم تحكي عربيا يعني ان جنرال بال بشنو باي موضوع بخصوص بموضوع التعنيف الزوجي لا بكل العالم بكل العالم بس بالعراق عندنا اكثر التعنيف كلش زاد هوايه ما اعرف ليش شنو الاسباب بس يمكن وهذا الشيء بيصير بكل المجتمعات اللي بتمرق بالحروب ال الظروف الصعبه الحروب اي اي كلش صارت تتاثر طيب هيدي ذكريات شبابك وذكريات زواجك بس ذكريات طفولتك ما كانت احسن يعني كمان انت قتل والدك الله يرحمه اليوم توفت والدتك اي بالكانسر ما تحملت القهر اللي صار عندها شو هالحظ اللي عليك انت مم. لا بس انا عشت احلى طفوله ويا اهلي قد كان عمرك وقت توفى بيك؟ آه 15 وامك؟ وقت اللي ماتت؟ آه. آه، 17 بسنتين خسرت امك وبيك؟ مم. كيف قتل والدك؟ آه، صار عندنا وقتها طائفيه اوكي بال 2006 و... باحداث طائفيه يعني؟ مم. تقوص كان هو معه سلاح لا هو ما تقوص يا ريت لو تقوص شو؟ هو تعذب وبتأثير التعذيب توفى اختطف وعُذب وعلى أثر التعذيب توفى <applause> كيف تعيشتي مع الألم؟ طب أم سوري يعني بس بالمقابلات جاري بنسال عن قد ما فينا كل شيء كيف okay. okay. كيف تعيشتي مع الألم إسراء؟ شو علمتك الحياة انت وصغيرة؟ يعني شو, اللع... شو اللي شو اللي تعلمتيه؟ اختنق ما في احكي خلتني هو هو السؤال انه كيف تعيشتي مع الالم يبدو انك ما تعيشتي مع الالم لا ما ما بقدر اتخطى بس انه صرت اقوى بكثير غني قوية لجات الى حبوب مهدئة لجات الى كثير ايه لجاتي لحتى اتعود انه كل شيء عم بيصير طبيعي شو عندك اخوة اسراء؟ عندي ثلاث بنات وصبي اصغر منك ولا اكبر منك؟ لا الاصغر كلهم اصغر؟ مم. انت الكبيرة؟ لا في عندي بس اختي الكبيرة هي اكبر مني بسنة مش كثير بس هديك المحبوبة اللي هيك اخذتها على الفترة مش مش آه. قوية مثلي آه. آه. فأنا شلت المسؤولية عنهم مم. مم. يعني ب... شو بدي ارجع لك في ب... يعني ب... وبعد فترة اكتشفتك بعد موت امك بالكانسر اكتشفت انه اختك صغيرة عندها ورم بالامعاء بالأمع... بالأمع... كمان أختي سماح الصغيرة وهلا كيف صارت؟ أه سماح كانت الصدمة الأكبر لأن أنا كنت حاسة إنه يعني إخواتي أنا و وأنا المسؤولة عن كل شيء وأمي تركتها أمانة إنه آخر كلمتين حكتهم قالت لي إنه إخواتك برقبتك وأنت كل شيء وهيك أه وقت اللي اكتشفت إنه أختي مع ورم بالأمعاء الصدمة كانت إنه عم أنب حالي إنه أنا المسؤولة أنا كيف تركتها هيك إنه معقول ما حسيت عليه عرفت هيدا تأنيب الضمير اللي بيوجع بس الحمد لله نحن اخذته عند احسن مستشفى عندنا هي رويال الملكي يعني أوكي. من المستشفيات النمبر 1 بالعراق أوكي. واللي بيشتغل فيها بروفيسور مشهور دكتور حيدر الزبيدي أوكي. هو اللي عمل لها العمليه والحمد لله هلا شال جزء من الامعاء وشال الورم وطلع الحمد لله كل شيء منيح أوكي. ان شاء الله تستمر كل شيء منيح شو اللي خلى نقابه الاطباء البيطريين تقيم دعوه ضدك اسراء العبيدي كنت عم تتهكمي على حكيم تجميل عم امنعتيه بالبيطري صح طب بس. هو هو مش هيك م. انا مع احترامي للاطباء البيطريين م. مع كل احترامي انا ما يعني مستحيل سيء لحدا مش شايفه منه شيء انا عم بحكي على طبيب تجميل نزع لي وجهي على اساس بدنا نعمل ليفتنج للعين ام شوه الجلد فصار بيمتد كثير قمت انا قلت له هلا يعني بدي لاقي لك شيء عذر ما عم لاقي لك هالعذر شو يعني لو انت مش طبيب تجميل انت طبيب بيطري ومعالج مطي يعني مطي سوري يعني حصان او هيك شيء كنت قلت صرت مثله فما كنت عارفه انه يعني هن بياخذوها اساءة إلهم، مع انه انا ما خاصة لما بدك توصفي واحد بعدم الكفاءة بتقولي له لو كنت طبيب بيطري يعني معناته عم تقولي انه البيطريين هو نو واي <applause> بالعكس لا يعني ولو مستحيل سيء لهم، يعني هن بيطريين كيف انا بسيء لدكتور انه دارس وواصل وفاهم ومعه شهاده وهيك بسيء له اكيد، بس هي هيك على عصبيتي وانا هيك بس عصب عفويه وعصبيه بنفس الوقت، خلينا نشوف هالفيديو انا وياكي هلا متابعيني شلونكم شخباركم طبعا تعرفوني يعني دائما دائما ما ابلش بالعركة والتهجم اذا مو يتشخص بمصاريني والكم عيني سالفتي سالفة سالفتي سالفة شو احكي لكم يما شو احكي لكم امين ابدي امين اكو وحدة هي من كربلاء اصلها تخيل حيات قسمة ونصيب يا عمري الحياة قسمة ونصيب مو اجبار وهو الزواج في السراء والضراء لما انت تكونين بس بهذا الوقت من حق الرجال يتوقف ستوب ليش؟ لانه الحياة فيها الحلو والمر بس مو كليتها مر من تشوفين الموضوع وصل يم اسراء المشهورة تعدي خاف حطت ليش كم زلمة شو سبب محاولة إحدى الفتيات تهجم عليك والاعتداء عليك ودخول بيتك عنوة إسراء العبيدي؟ شو موضوع الفيديو؟ هذا موضوع يعني كلش يعني ما ما بعرفش احكي لك عن التناول بيه يعني كلش كلش داون وبشع شو صار؟ يعني ما يعني حياة قديمة عدت راحت آه. آه عم ترجع تحاول ترجع تفوتنا أول وجود على حياتك بالضبط مم. أنت بس تطوي صفحة بتطوي صفحة طبعًا ما عندي رجعة ليش من أني موجودة ومو... يعني بحياتك ومطيتك الحب مطيه الاحترام أنا آه... يعني كلش معطاءة ويعرفوني يعني يصيحوني إسراء أم الكرم جدا يعني جيبي مؤلي مثل ما يقولون مم. فأنقهر من أحد يسوي وياي موقف ويرجع يقول لي سوري وتعي سامحيني أكيد لا مم. فرصة ماكو م... مرة واحدة طبعا مرة واحدة أي فهي من مين هي الفتاة؟ ما كل اسمها أصلاً لأن هي أصلاً مو بالوسط ومو معروفة. شو سبب عزمتك مع الفنانة العراقية ميلاد ساري؟ الله يرحمها أه كان أكو خلاف مم على موضوع. منعتي على أساس الخلاف من نقابة الفنانين العراقيين بمزاولة المهنة لمدة ستة أشهر. صح. ليه؟ شو صار؟ أه لأنه صارت المشكلة رأي عام مم فقرر نقيب الأطباء أه نقيب الفنانين أنه يوقفني ستة أشهر. عن لانه وصل لتجاوزك السافر على الفنانين العراقيين بالصوت والصوره وبالالفاظ النابيه صح انت هيك صار صح تعتزري اليوم اكيد الله يرحمها تعتزري تندمي آه... انا قلت اي ندمانه لانه آه... الدنيا ما تسوى وما نعرف احنا كم يوم باقي لنا بالحياه مش نتخانق مع حدا فخلينا نترك بصمه حلوه ايه ندمانه كانت عصبيه عن طيش مع العلم يعني هي الله يرحمها اذتني اذتني بموضوع كلش م. وهي كانت الاولى المبادره بال انه حكت عليها باللقاء واساءت الى سمعتي بتحس بس ثانيه بال... يعني اقول الله يرحمها الفناني. حس الفنانات الباقيات ما بيحبوك كثير هو احنا الوسط الفني ماكو حدا يحب احد ما حدا بحب حدا حضرت شيء مقابله <applause> لممثله عراقيه معي انا أي سلاف حضرتي؟ لان ذكرت اسمي ايه حسيتيها بتحبك؟ اه بشوف انا احبها السلاف تحبيها؟ احبها، احب ب... الشغل وياها تحسيها بتبادلك الحب؟ هي قالت زميلة، أه فعلا احنا زملاء <applause> ما بتقولي صديقة انت؟ لا الصداقة انت لازم تكون يعني متبادلة م... لا مو بس متبادلة لازم تكون انت كل اوقاتك ويا هذا الشخص مم. بس انا وسلاف نلتقي فقط بالاعمال اوكي أه بس احب طاقتها اوكي بال... بالعمل مهضومة. جدا بتجنني. احبها بتحسها هي يعني هيك ولد تحيه بالله. بالله اكيد تح. تحياتي خلينا ناخذ اول بريك بحلقه ليلي وبعد البريك بنرجع شوي بنفوت أكتر بالمزح حكينا جد كتير اوكي من بعد البريك مطلوب منك عن جد ابو الناش بعد البريك عودة للحلقة اليوم مزح نص جد مع إسراء العبيدي القادمة من العراق خصيصا للمزح النص جد وهلا فتنا بفقرة المزح اللي فيه بقلبه جد إذا ما حضرتوا الحلقة على التلفزيون بتحضروها على يوتيوب على تشانل قناة الآن لايك أند سبسكرايب وبتحضروا الحلقة مع الممثلة ومقدمة البرامج العراقية إسراء العبيدي من بعد البريك مطلوب منك عن جد هذا مزح فيه بقلبه شوية جد تواجهين أسوأ مخاوفك في حال ما أكلت اللي راح يكونه يا أو بتاكلي عن جد؟ ايه شيء يعني شيء بتحبيه كثير مطلوب منك عن جد ابو الناج مطلوب منك عن جد تاكلي قصبة نية سودا لا بلا اذا ما جاوبتي لا بلا بلا جيب لنا ليك ما اطيبها معلية علية مع لا مع بصل مع فحل بصل مستحيل لا 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 شكلها لكن شكلها لكن جيب لي الحية، جيب لي الحية لا شو لا 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 عليك الله لا حية لا عليك رفع. الله لا خاف من أفعى؟ لا لا جيب لي اياها بالعلبة لا لا ما أخاف ما أخاف إيه؟ ما أخاف أوكي حنجيبها أوكي جيب لي اياها بالعلبة خلي العلبة هون شوفيها؟ لا مزح صح؟ لا تعال شوفيها لا لا صدق؟ وين؟ لا تحلف الله لا مستحيل لا 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 طيب لا أنا لا تفتح اذا انا مسكرها ما حتفتح لا تعال طيب ما تخاف وخرها منا انا اقعد ج... بعدها أني اقعد طيب تعال اقعد جيب لي بالفقره الاخيره بس تبي تفتح تبي تقع منك بليز لانه طيب عاديك مره ما عدنا قدنا للقطة هاي نرش عليهم ملح للحضن للأكل اوكي اوكي كلهم انت صحتين وعافيه بدك تدوقه لا اسمعي مني طيب لا لا طب طلعي فيهم لا مطلوب منك عن جد سؤال عن جد ايه هاي المعلومه من جبتها اي معلومه معلومه هاي انه انا ما اطيق ولو ما رح احكي القرايبين حواليك ايه؟ في ناس بنعرفهم عندي قد يحبني اللي انطاك هاي المعلومه كثير بحبك <applause> بتحب اللي هي اذا ما سوي سيرش عنك بتحب اللي هي لا طب يعني بتفضل الابيض يعني هون هون بتحب الاسود الابيض ولا الاسود لا لا, في لا شبكة لا, لا ما اقدر ما تحل لا طب خليني تاكلي استفرغ والله لا قد ايه اوكي مين من هالممثلات ما بتحب تشتغلي معهم وبتلاقي العمل معهم غير ممتع سلاف جليل زهراء غندور الاء حسين زهور علاء ما احب اشتغل وياهم ايه وبتلاقي الشغل معه مش ممتع او بتاكلي سوداء لا ما اكل سوداء جيب الحية؟ سلاف احبها، احب اشتغل وياها بس زهراء غندور، علاء حسين، زهور علاء علاء حسين لا علاء حسين كلش يعني بالعكس من امنيتي انه اشتغل وياها اوكي، زهور علاء أه يعني احنا تحياتي إلها بس ما احس انه إيه اي انا وياها ممكن نكون بعمل إيه ما بتحبيها؟ مش ما بحبها بس انه تكرهيها والله ما أكرهها بالعكس أنا ما أكره أحد يا معود أبو المشاكل. طب ها أبو سيدك طلعت روح اليوم. فضها فضها ابو سعيد تحقدين عليها, عليها ما احقد عليها والله ما احقد كره العمى ولا اكره كره العمى يا حرام ما احب اشتغل يا حرام وياها على الزهور يا حرام, حرام على الكره اللي بتكنه لزهور يا حرام بالعكس يا معود احلى زهور ابو المشاكل والله والله ماني ابو المشاكل انا جايين صالحكم بالعكس إذا ما ما زعلانه يعني ما مشتغله وياها شوي انا خليني سأخ... نح... بدك نحكيها لايف على الهواء لي ن... إن شاء الله منيك. بدك تعتذر إيه تعتذر منك بدك نعم تعتذر منك ليش؟ لانه ما بتحبيها بالعكس احبها بس يعني يعني بالشغل احس انا وياها نتشابه آه آه هي إيه؟ هي من اي منطقه هي من بغداد كمان إيه؟ اه وحلوه وتخبل آه. طب إيه بس تخبل اه تخبل تخبل إيه؟ يعني حلوه بتجنن بس يعني. ما بتحب تشتغلي معه و... إيه؟ وعمره ما يكون عمل معه شو الله لا يوفقك ليش شو مش مظبوط كل اليوم اليوم ماكو دعاوى عراقيه ما تعيها عليك يا هشام يلا اوكي <applause> اي مسلسل بتندمي انك عملتيه بحياتك الفنيه مسلسل فايروس مسلسل الفندق مسلسل دهن حر أه دهن حر دهن حر لانه بيجمعك كان بالممثله أه شو اسمها خليني اقول لك مين كان معك فيها لا لا ما حبيت سهر غندور كانت لا لا ويا سلاف 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 عفوا ما أيه؟ بس ما بالعكس بالكواليس متونسه بس بالسيت لا يعني من ادخل بالتصوير ما حبيت الشخصيه ليه بيعطوك دائما شخصيه هيك ما بيعطوك شخصيه بطل ليه ليش انا الفندق بطله وفيروس بطله بطله اي بس هاي ما حبيت لانه مو بطوله لانه مش بطوله اوكي لانه هون يعني فهمني بشيء ومن قريت النصوص قال بعد أكون نصوص ما مكتوبه ف لا ما حبيت مين من هالوجوه العراقيه الشابه اللي شاركوك بطوله مسلسل فيروس كان بتلاقي بتلاقي انه ما عنده مستقبل بالتمثيل بين احمد نسيم زيد الملاك زمن الربيعي قاسم عباس شروق الحسن على فكرة أنت همزين شوهت أسماءهم لأنه كل الألقاب وبدك تحكيها أسماء عراقية باللبناني بلهجتك بدك تحكي غير الحمد لله والشكر، لا أسماء صحيحة ايه. بس اللفظ همزين، هسا بالعراق احنا دا يضحكون، الحمد لله والشكر ليه شو أحمد نسيم شو اسمه؟ لا أحمد نسيم زيد الملاك مو زيد الملاك شو اسمه؟ زيد الملاك زيد الملاك زمن الربيعي؟ الربيعي اه. زمن الربيعي إيه اه. اه. اه قاسم عباس. عباس قاظم. كاظم عباس قول كاظم كاظم عباس كاظم عباس أي. آه شروق الحسن شروق الحسن شروق الحسن آه. اوكي مين اسوء تحياتنا ح... لهم مين بتلاقي ما عنده مسلسل كثير كبير بالتمثيل رح ارجع عيد احمد نسيم زيد الملاك زمن الربيعي كاظم عباس شروق الحسن مين بتلاقي ما عنده مسلسل مستقبل بالتمثيل اقل من غيره صادق لا الله يسود ايامك ما, ما ليه؟ اريد ليه؟ ليه ما اريد ليا ولا ليا ما اريد زين شوفوا راس بصل ما يخالف اكل لا 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 تحياتنا للجميع بس بس, بس كلهم نكره كلهم احبهم بس بس احس يعني زمن ربيعي مو كلش قويه وحتى يعني ما ما قدرت تكون بالليفل المطلوب بالتمثيل ذبحتيها الله يوفقها بالعافيه قصرناهم قصرناهم ذبحناهم لا بس احس انه يعني يمكن هي لبنية ما اخذت مساحتها الواسعه بالوسط وهلا انت اعطيتيها مساحتها مزبوط هلا اعطيتيها مساحتها مزبوط انت بالوسط مساحتيها مزبوط يا كبيري كله كرمال ما تاكلي سودا كلي سودا شوي شوي على زمن الرباعي وكلي سوداء ما تاكلين سوداء اذبح زمن الرباعي بس ما اكل سوداء طيب مع اي نجم عربي بتتمني يجمعك مشهد غرامة بشي عمل مشترك محمد برام. الاحمد قصي خولي بديع ابو شقره تيم حسن باس الخياط مم. مشهد غرامي يعني كثير غرامي في قبل لا احنا القبل عندنا ممنوعه بالعراق من المحرمات ما يصير لا ما عم برات العراق <applause> <applause> عم لك تصوير بلبنان نحن عندنا مسموح القبل عيني <تقلأ م Elliot> نحن هون تتخبل البوسات خلص تعالي اذا تخبل اوكي انا وياك نعمل مشهد انا انا وياك ايه امرني الله وخلص يسقط قصي وياكله قدامي انا أه وياك يعني حلمي انا اي يلا طب من بعد انت مين من هالشباب البشعين حلمك تعملي معهم غير خياط مين باسل خياط باسل خياط اي حفشه تمنين طبعاً وهيك شكل الرجل احلامك هيك شكله؟ ما عندي رجل احلام بعد، خلص. خلص وقفت؟ <applause> لا 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 ما هلا وقفت رجال؟ ابدا. خلص؟ عن جد؟ والله ما عندك بقى، ما عندك هلا اليوم ما عندك حدا بحياتك؟ انا الرجل وانا الامراه اريد. اوف اي أيوة والله ما عندك حدا بحياتك اليوم؟ بس ما بيطحشوا عليكي كثير شباب؟ أي عادي. آه شو بتعمل؟ ممكن اختار انه اكون بعلاقه فقط. اه بس ما بتتجوزي بقى؟ ابدا. اوكي اوكي. طيب مين النجمه العراقيه اللي ما بتتحملي تسمعيها؟ وما بتحب اللي بتقدمه. رحمه رياض، شذا حسون، برواز حسين، اسيل هميم. رحمه تجنن. أه ليه تكرهين شذا؟ لا اله الا الله، شلون ابو المصايب هذا علي اليوم. لك آه سوري عفوا، أنا كان مين ما بتحبي تسمعي؟ أنا يمكن. أوكي. أه شذا يعني تحياتي لها. ولكن. أه بس مو صوت، يعني مظهر مو صوت ولا مظهر؟ لا مبهر مبهر اه من من لا اله آه الا الله هالصوت المبهر؟ لا اوف شذا مشهورة بصوتها لا احنا عندنا دموع عندنا رحمة اه دموع آه صوت عراقي البحة مبينة بي دموع تحسين أبرني عينة اموت عليها انا كمان اي أيوة والله <applause> طيب شو احلى اغنية لدموع انت بتحبيها؟ آه احب المواويل القديمة بعد 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 اخ اه, آه اه اوكي سوري جايز طيب مين حتعتزل دموع اليوم لا بالعكس ليش تعتزل شو انا قلت عنها مثل ما انت قلت عن زمن الرباعي ما قلت انا لا اله الا الله انا انا ما حكيت لا اله الا الله لا ما حكينا ما قلت شيء ما قلت شيء ما حكيت شيء حكي 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 حكي. مين اكثر مقدمة برامج ما بتلفتك وما بتحب اللي بتقدمه بين هيلدا خليفه منى ابو حمزه رابع الزيات كارل حداد جمان ابو عيد رتبيهم من الافضل للاسوأ انا بحب وزمن الربيعي اه لا ما خص سوري سوري لا انا قلت اذا بس... قلت انا بساعدك اذا, إذا بحط لك زمن الربيعي دغري بتقولي لي ما بحب انه بدغرب... لا, إله لا عن جد شو مين؟ اول مقدمة برامج هيلدا هيلدا كتير كثير بحبها لانه كانت تعطي جو كلش حلو بستار اكاديمي ستار اكاديمي كانت هي عامله الجو كله و... ما تخليه ممل البيضه والتقشيره والله ما تخليه ممل أه رابعه الزيات احبها بس احس انه عندها إن يعني انحياديه لمجموعه ما بالسياسه؟ تقريبا اه بتلاقيها مش يعني بتلاقيها مش حياديه بتلاقيها منحازه منحازه اوكي لما بتحكي سياسه بتلاقيها منحازه بالضبط اوكي لا لوين لو محور الممانعه يعني عم تحكي يعني ايه بهوايه امور فاحب انه اذا تبقى بال... بتحبي الحياديه اكثر بالضبط أوكي. هو احلى انت اليوم لما تكون بهذا المكان مم. والكاميرا إلك والجو إلك والدنيا كلها إلك المفروض تكوني من كل, تكون... العالم. أيه. كل العالم ايه انت لكل العالم اوكي منى ابو حمزه آه... ايه ممكن نخليها نمبر 3 ثري؟ نمبر 3 ثري مين؟ آه... رابع نمبر 2 بتحب اللي بتقدمه يعني لا مش بحب اللي اقدمه قلت لها يعني بحبه ما بكره بس في عندها بس مين هيدا مين, مين ما بتحب اللي بتقدمه هول الاثنين انا ما بعرفهم جمانة ابو عيد كانت مقدمه على ايام اي ار تي وروتانا قديمه جدا وهي مقدمه وكار لحداد ما بتعرفيها كار لحداد لا اه ما بتعرفيهم اوكي يعني بت... فانا برد بس على ال... وحده آه منهم يعني لا برد بس على اللي بعرفهم اللي هي هيلدا ورابعه أوكي. ومنى ابو أمونا. حمزه ومنى اوكي اوكي يعني انت مبدئيا يا كارلا يا جمانة ما ما بيعجبوكي ما مش ما بيعجبوني ما بتعرفي بتكرهيهم شو لا اله الا طب مين الله مين من الرجال ما بتحبي تقديمه من الرجال ايه طوني <applause> خليفه نيشان هشام حداد طوني بارود وسام بريدي اكيد هشام حداد بالمصايب <applause> <applause> تكرهيني؟ هلا كنت بتمثلي هلا كنت تمثلي معي مشهد غرامي من شوي من شوي كنت ميت بتمثلي مشهد غرامي من عاشر قوما أربعين يوما صار منهم اعادت حدك نص ساعه تعودت مثلك صرت ام مصايب ومشاكل انا ما بحبك كاعلامي يلا آه رح تقلي روح روح قلع يعني روح نقلع لا حبي انا ما قلت لك خلاص انقلع من مكانك انا أه يعني قلت يا اعلامي ما احبك بس كممثل وياي دراما اي اوكي الله لكن رحلي على الدراما بالمشهد <applause> الاخير مطرح ما الحياية بالصراصير رح تبلش تتكذر بقلب الاستديو بقلب عنا بفقرة عم تمزح اكيد بعد البريك ابو الناج عودة لآخر فقرة من حلقة المزح نص جاد لليلة مع الممثلة ومقدمة برامج العراقية إسراء العبيدي فقرة عم تمزح أكيد ستواجه أسوأ مخاوفها بهيدي الفقرة أو بتجاوب على الأسئلة عم تمزح أكيد أبو الناج أوكي يا أما بتجاوبي على الأسئلة يا أما في معي علبة ما تخافي فيها صراصير وفي لا لا ما لا بفتحهم ما بفتحهم لا لا خلص شوفي ليكي شوفي ما تخافي ها ها <applause> اوكي, أوكي. أوكي. مكسوم بعمل لك هيك لا 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 لا, لا. روقي روقي طيب عادي عادي عادي, عادي. في اوكي بتخافي من العالي من العلو كمان؟ ايه عندي فوق جيبوا لي السلم لا اله <applause> الا الله <applause> لا مستحيل بس ما تفكري تطلع يعني بدك تطلع تتخطي الاحمر تطلع لفوق شاقه ايه بدك تجربة <applause> لا طيب اول سؤال بين انك تكشفي لنا عن اخر تهديد تلقيتيه من اي شخص ومن اي جهه كان وشو كان او لا 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 شو بالله عليك شفي لنا لا بالله عليك بالله عليك شفي لنا ما تخاف بالله عليك شو بكي ده حلفك اوف كيف عم يعملوا لا 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 تشاقه مقرفين طب اوكي ما انت وعدتني تخليه ايه خلص خلص سوري اوكي هشام إيه. لا اله الا الله يا شو؟ شنو شو تريد؟ شو كان اخر تهديد؟ من مين؟ من اي جهه؟ ساعة السوداء وشو <suture> كان؟ <ways> انتهى الموضوع والله ما هو انتهى ايه شو بس؟ اوكي بس هيك شيء حكوا جهه حزبيه مين؟ جهه حزبيه جهه حزبيه؟ مم. اذا من مين مثل مثل مين يعني؟ ما اقدر اقول اكثر من هيك والله يعني بالعراق وضعي ما يسمح بليز من انصار مقتدى الصدر بليز نو no. من عصائب, أهل الحق. من عصائب اهل الحق بلا تسميات بليز والله عصائب اهل الحق عدى هشام حزب الله في العراق راح راح الموضوع راح. خلاص طيب ليش انت بتتلقي من جانب بتتعاطي سياسه؟ آه لا بس صار موضوع شخصي وهو هذا عنده نفوذ اوكي, أوكي. فحب انه ينتقم من موضوع شخصي ويايه وانتهى الموضوع خلاص يعني رجع لي حقي سؤال زوجك السابق على علاقة قرابة بأحد قادة الأحزاب بالعراق؟ أبداً أبداً؟ أبداً لأنه هناك عندكم قائد مشهور يدعى قيس الخزعلي من نفس العائلة لا؟ تحياتنا إلى أكيد أه. من نفس بس العائلة ده بس لا بس يعني أوكي احنا ما بيقربوا هم. لا لا احنا آه. العشيرة يعني أو الكبيرة العائلة هي كل عشيرة تلقاها هواية طيب نوصل لتاني تحدي معنا لليلة بأنك توجهي رسالة لزوجك السابق قاسم الخزعلي اه أو لا ما وجه رسالة لا كم بدك بتكتب... تفعل طب عربشي طلعي قومي ما تخافي <تصفيق> <تصفيق> لا لا قومي لا هذا شو بدك فيه أنا بس عارب السلم <applause> حروح على شعبة الكسور من أطلع من البرنامج شعبة الكسور شو يعني؟ يعني مكسرة لا جفصين يعني <applause> اوكي عم أهلي.

لا 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 ما تخاف لا 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 ما بهز ما بهز سوري 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 والله شو لا ما اقول طب وجهي رساله ما حرام عليك طب بعد وحده ما يصير عقوبتي بعد وحده لا لا ما اقدر لا 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 انت انت علي 20 سم على شو خايفه يلا اطلع شوي اي عم عليك عم عليك عم عليك عليك شوي شوي بتخافي بعد مره بعد مره بعد وحده وحده عم بس يا لا 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 حابب تهز حابب تهز لا 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 حابب تهز بلا حابب اغوص ايدك خلاص 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 اوكي خلاص اوكي انا بنزل قبلك ما تعمل شيء لا 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 ليه؟ ما تخافي يا ماما بدك توقعي يا ماما لا 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 ما تخافي يا ويلي انا مش حباب له ليك اذا نزلت ليك شو ناطرك؟ ليك شو ناطرك تحت اذا نزلت؟ لا 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 تعذبني والله لا لا والله العظيم ما يصير والله لك شلاتك تحت اذا نزلتي لك لك خلاص اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا شاهد شاهدت يا سماعه شاهدت شاهدت اري انزل طلعت شفتي شفتي شو لازم لا 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 عسى قلبي حيوقف والله العظيم قلبي حيوقف طيب عامل امسكي لا 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 قصدي <applause> <applause> <عزي>. شو بدك <سموه؟ تصفيق> تنزلي اعمل شوي طيب وجهي رساله ما اقدر طيب عملك عملك اعمل انزلي حمسك لك ايدك اعمل عالي كثير مدري معقول تموتي من هون هلا لو عمهلك عمالك إيه لا عمالك حرام ما توقع مد... لا 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 يا 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 يا, يا, يا لطيف يا لطيف لازم الدرج عليك, عليك, عليك الله. بس لغزة. يا لطيف واو. لا 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 عليك يا. القرآن يا. الزم الدرج أربع شبار شو اللي... بالله عليك شو اللي... علقتي بالأسانسير انزلي هاي هو بدي أرجف له أنا بدي أرجف شو, شو اللي يرجف <applause> ليش هلا إذا وقعت لنقول وقعت شو بصير يعني؟ لا 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 اتكسر اتكسر تتكسر شو؟ أصلا كعبك نص المسافة لا عليك تلزم الدرج بس بالله كعبك آه نص المسافه كعبك نص المسافه بدك بعد قد كعبك هلا بعد في عمالك انزلي بس اذا متدرج شكلي انت لا لا اذا الدرج اي درج <تصفيق> <هاد> <تصفيق> السلم السلم قدامها <الزمان>. شو <applause> الزمن السلم اه اه اوكي اوكي يلا انزلي بسم الله بسم الله ايه بسم الله ضروري عمالك 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 الحمد لله على حمد لله على السلامه حمد لله على السلامه يا لطيف <applause> وأنا طلعناه على برج خليفه على اساس هو على اساس صار عندها برج خليفه هو شو اللي هي هذا برج خليفه؟ الفكره انه من يهتز ايه يهتز اوكي طيب هلا بالتحدي الاخير يا رح اعطيك خيار من اثنين يا بتعلني عن معلومه مهمه او موضوع مثيره للجدل اكتشفتيه مؤخرا بيعمل فضيحه كبيره يا بتغني بحبك يا حمار والعلمك يا حمار انا ببعد قوي انا شو شو بحبك يا حمار والعلمك يا حمار انا بزعل قوي لما حد يقول لك يا حمار او كتكوت ايه غني لنا كتكوت يلا كتكوت ما يخالف ما يخالف انت ما, ما عندك شي معلومه فضيحه او شيء لا ما لي طب غني لنا صرصور إيه كتكوت قصدي يلا غني لنا كتكوت انت انت بتغني بطريقه لا لا بتغني. بس اغني هيك اضحك فرجيني كيف اغني لك ايه تشاقه والله شو تمزح لا تشاقة لا لا شو تشاقة تشاقة تتشاقة لا 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 عم بحكي جد يلا <applause> 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 يلا كتكوت <applause> يلا غني لنا <applause> دقيقة نسوي لك ال يلا ايه كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه ايه حلو هيدا هيدا علمني بي يعني شو اسمه محمد سعد كفي كفي كتكوت مكسور الجناح والدنيا غدرت بيعي كفي والله لا بقى في شو في؟ في لا كماله لا خلص هيك طيب غني لنا بسبوس عاشق بسا اوكي يلا هيك مش حافظ منيح ايه على اساس هي كلماتها صعبين لان لا لانه صعبين مش حافظتها حفظ المطلع حفظ المطلع <applause> يلا بسبوس عاشق بسه وبسبوس عاشق بسه ويدلعها بسبوسه وبسبوس عاشق بسه ويدلعها بسبوسه بسبوس بلاستيك بلاستيك بس بس تعال سوري فكرت قد الله لا يوفقك مين <applause> احلى فنان بتحبي مين تحب فنان إسماعيل؟ يلا بسبوس عاشق ولا بس بسبوس بسبوسة بسبوسة عاشق <applause> <applause> بستة ويغنجها بسبوسة إسراء العبيدي كانت اليوم بالمزح نص جد رائعة ومهضومة كثير وضحكتنا صلتنا شفنا اليوم مع الدموع وشفنا الابتسامات وشفنا أبو ال... المصايب و وشفنا البنت العنجاد اللي مثيرة للجدل وبنفس الوقت شفنا البنت المهضومة اللذيذة هيدا البنت اللي قلبها طيب من جوا <applause> الرائعة إسراء جد انبسطت أنا يعني اللايف تعرفت عليك حبيتك اكثر بكثير والله صراحه يعني انت جدا هيك تقول مهضوم هيك تنبلع تخبل هم يعرفون شنو يعني تخبل القبل بالعراق ممنوعه ممنوعه بس لا تعرف ايه وقال طبعاً. لك اكيد بستك على اكيد ايه بس ما يصير بس ما بدنا احنا عندنا بلبنان مسموحه مش هادينا بدي اختم بغنيه لمين بتحب تسمعي اه يعني اه مطرب عربي لا بنسمع على طباخ لا لا عربي ايه عربي ايه؟ عربي من عربي مين عربي؟ وائل جسار وائل <بناناناشاوب> <مش> <مش> غريبة الناس غريبة الدنيا دي أعز الناس يتغير عليا ما فيش احساس ما فيش ولا ذكرى ليا خلصنا خلاص اهو ماشي وما فيا ولو كنت عامل Gracias.